طيب نفهم بقى تفاصيل أكتر ونطمئن على الحالة التعليمية وعلى كمان ما يتعلق بالامتحانات. هنبدأ بالأستاذ أحمد حافظ رئيس قسم التعليم بموقع الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أحمد، منورنا. أهلا بك يا حسام، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني كان في طبعا تساؤلات كتير بتشغل بال الناس واحنا داخلين على نص السنة وامتحانات نص السنة وأجازات نص السنة، ففيما يتعلق برابعة وخمسة كان طبعا عشان في كانت بعض التعديلات اللي جرت على المناهج وكده، وكانوا بيقولوا هنمتحن ازاي واي شكل وهل في حاجه جديده دخلت السنه دي ولا لا. فانت كده حطنا في الصوره اخر ما قررته وزاره التربيه والتعليم الخاص بامتحانات رابعه وخمسه ومدد وطول المناهج وايه اللي هيجي في الامتحان. معايا السؤال ايه مكثف بس عشان ناخد حضرتك لا، بالنسبة للرابعة المعلومات المهمة. بالنسبة للرابعة وخمسة ما فيش اختلاف عن اللي حصل السنة اللي فاتت. معظم الأسئلة هتكون اختيار من متعدد وصح وغلط. يعني أعتقد أن نماذج الوزارة نشرتها النهاردة هي صورة طبق الأصل الامتحان اللي هيجي في آخر السنة. الامتحانات تقيس مستوى التفكير تصاعديا بين الطالب المتوسط والطالب الجيد والطالب المتميز. يعني هيكون في يعني في الامتحان حوالي 10% للطالب المتميز والباقي كله للطالب المتوسط والطالب المجتهد. يعني ما فيش اي تغيير عن السنه اللي فاتت. انا بس حابب اقول ان ما فيش حاجه اتشالت من المناهج خالص. اللي ممكن يحصل انه هيتشال في الترم الثاني الدرس الاخير الخاص بشهر مايو، ده هيتلغي من رابعه وخمسه، هيكون للاطلاع فقط، مش هيترحل للسنه اللي بعدها. دي بس معلومه مهمه. درس شهر خمسة رابعة وخمسة هيتشال من المنهج كليا. ايه معلش، ايه اللي هيتشال من المنهج كليا؟ الدرس بتاع شهر خمسة كان هيكون في شهر خمسة، هيتدرس في شهر خمسة. هيتلغي من المنهج بتاع الترم الثاني رابعة وخمسة. هيوقف عندي شهر أربعة، آخر أربعة مفيش، بعد آخر أربعة مفيش دروس هتدرس خلاص. لأن الوزارة طبعا زي ما حضرتك عارف رحلت الامتحانات بتاع الرابعة وخمسة من 3/6 الى 6/5، شالت شهر من العام الدراسي المنهج الترم الثاني. جميل. ولكن الترم الاول كما هو، يعني بس عايزين ناكد حاجه تانية. الترم الاول بس كان الناس بتقول اخر شهر برضو لو خليه اقرا او كده ولا ايه خالص اللي بقى خالص ده ما فيهوش بقى كلام. الترم الاول من 1/10 لحد اخر 12، من 1/10 لغايه اخر 12 كل ده في الامتحان. كانت بتقول اللي احنا امتحنا فيه امتحان الشهر يتشال من المنهج. طبعا لو اتشال من المنهج انا ما هحط الامتحان النص الدراسي الاول منين يعني؟ عايز شهرين بس يعني؟ لا شهر، هيبقى شهر. ما انت امتحنت 10 و10 و11 و12. لا مش منطقي طبعا يعني. الامتحان الترم الاول لغايه 1/12 لغايه يعني، لا ولا اخر 12؟ اخر 12. اخر 12 ماشي. امتحان الترم الاول من منهج الترم الاول كاملا. يعني ما فيش حاجه للقراءه وما فيش حاجه لاخر وحده. ناس كانوا بيقولوا اخر يونت او اخر وحده ما نحطهمش، بس ده ما فيش الكلام ده. لا خالص، مش خلاص. يبقى كده نقول لهم بالواضح يا جماعه، يا سنه رابعه يا سنه خمسه امتحانكم زي السنه اللي فاتت، واللي عايز يشوف شكل الامتحان موجود على موقع وزاره التربيه والتعليم، والامتحان لغايه اما انتوا وقفتوا في المدارس ما فيش حاجه هتتلغي، اللي هو المنهج كامل، صح كده؟ بالظبط. والنتيجه بالالوان وليس الدرجات، عشان بس ما حدش يطالب بعد كده بالدرجات. النتيجه ما فيهاش درجات، رابعه وخمسه مش بالدرجات، بالالوان. بالالوان يعني ايه؟ يعني مثلا اللي جايب اخضر ده جايب امتياز، اللي جايب اصفر ده جايب جيد جدا كده. ما فيش اعلان عن ارقام، وده كان بيتعمل السنه اللي فاتت. كان السنه اللي فاتت الوزير الحالي جددها، يعني كانت رابعه بس بقت رابعه وخمسه. يعني السنه دي رابعه وخمسه بالالوان. بالظبط، مفيش درجه. حلو. مش عشان بس التغيرات كتيره فبرضه الواحد احيانا مش بيبقى ملاحق كل السنوات طبعا. طب ده جميل. سنه اولى بقى وثانيه ثانوي اللي احنا فاهمينه انه خلاص اتحددت امتحاناتهم وكل حاجه، وفي حاجه اسمها ورقه مفاهيم؟ لا، في نقطه مهمه عايز احددها من خلال حضرتك على اولى وثانيه ثانوي. على ايه؟ اولى وثانيه ثانوي. يا ريت. في مديريات كتير. احنا اولا بس قبل ما نخش، احنا الامتحان بالتابلت صح كده؟ لا، ده انا هشرح لك عشان هي محتاجه لف. مش كل تابلت. اصل انا اللي قريته على الويب سايتس ان هو هيكون بالتابلت، رغم ان هو كان قلنا هنرجع للورقي. هشرح لك
اديني دقيقه واحده هشرح لك الامتحان ازاي بالظبط. حلو يلا. طلبه المنازل كلهم ورقي، طلبه المدارس كلهم منازل. المنازل كلهم ورقي ماشي. جميع الطلاب اللي ما استلموش التابلت ورقي في اولى وثانيه. اولى بس، ثانيه معاها تابلت. انا بتكلم في اولى يعني ثانيه ثانوي كلها معاها تابلت. في طلبه في اولى يعني حوالي، يعني انا اول مره اقول الرقم ده، 60,000 طالب. 60,000 طالب في اولى ما خدوش التابلت؟ ما خدوش التابلت ليه؟ يعني المصنع لسه ما انتهاش من التصنيع يعني. مصنع. طب وبقيتهم هيمتحنوا؟ تمام. يعني اولى دول نصهم هيمتحن تابلت ونصهم تاني مش هيمتحن تابلت، ولا مش هيمتحنوا تابلت خالص؟ المنازل ولا ايه قصه التابلت ده من الاخر كده بقى عشان نفهم؟ طب انا هشرح لك. التابلت جاي، التابلت راح، التابلت التابلت خلينا لا التابلت في اولى. نشرح اولى الاول. تمام؟ نشرح اولى. اي طالب منازل هيمتحن ورقي. اي طالب منازل يمتحن ورقي. اي طالب ما استلمش تابلت هيمتحن ورقي. اي طالب ما استلمش تابلت هيمتحن ورقي. اي طالب استلم تابلت ومدرسته ما فيهاش شبكه انترنت هيمتحن ورقي. اي طالب عنده التابلت ومدرسته ما فيهاش انترنت هيمتحن ورقي. مفيش حد هيمتحن على الشريحه. جميل. طب واللي في اولى ومعاه التابلت وفي انترنت هيمتحن الكتروني. ده يمتحن الكتروني. خلاص كده خلصنا سنه اولى. بس غريب قوي الموضوع الصراحه. يعني انا مش فاهم يعني. طب ليه الناس مش عامله حسابها من الاول؟ يعني ما هو برضو مش طبيعي انه نص السنه ناس تمتحن تابلت ونص التاني ما يمتحنش بتابلت ونص نشوف النت مش موجود ومش موجود. يعني العمليه كده مؤشره ان هي مش منظمه الحقيقه. انا اسف في اللفظ يعني. تمام انا اتفق. نروح بقى لتانية. سنه تانية جميع الطلبه المنازل هتمتحن ورقي. ورقي. جميل. المنازل كله ورقي كده كده. جميع الطلبه اللي معاها تابلت وما عندهاش مدرستها شبكه انترنت هتمتحن ورقي. جميل. نفس القصه، اللي ما عندوش انترنت هيمتحن ورقي. الفرق الوحيد بين اولى وثانيه ان الطالب اللي ما استلمش تابلت في اولى هيمتحن ورقي. بس هم بتوع ثانيه كلهم خدوا التابلت. كله. ما انا بقول لحضرتك الفرق بين السنتين. الاولى بس ان في طلبه لسه ما استلمتش. خلينا نقول كمان ان اي طالب هيحصل له مشكله الكترونيه هيمتحن ورقي. يعني انت في اللجنه لو السيستم وقع، النت وقع، هتاخد ورقه تحل بقى الامتحان حتى لو معاك التابلت. طيب جميل. والجداول نزلت؟ لا، الجداول بقى حضرتك في مديريات اعلنت ان الامتحانات هتبدا عندها. اصل في امال هم بيقولوا على النت ليه ان هو نزلت ولا؟ ما في مديريات نزلت، في بعض المديريات نزلت، بس نزلت قبل يوم 14. انا بس بقول من خلال حضرتك ان جميع الجداول اللي قبل 14 يناير ملغيه. جميع الجداول اللي قبل 14 يناير ملغيه. هيعملوا جداول جديده بحيث تبدا يوم 14. يعني مثلا محافظه اسكندريه اعلنت ان امتحانات اولى وثانيه يوم 1، يوم 9/1. ده هيتلغي. ده انا هو والعدم سواء يعني، لان السيستم الالكتروني الوزاره هتفتحه يوم 14/1. طب هم ليه نزلوا الوزاره قايله لا؟ نعم يا فندم؟ هم ليه نزلوا الجداول والوزاره قالت ما تنزلوش؟ لا، الوزاره ما كانتش لسه اعلنت الامتحانات امتى. طب هو ينفع المديريات تنزل من غير ما الوزاره تعلن الامتحانات امتى؟ انا فعلا بسال، ما عنديش فكره والله. انا مش بنتقد، انا بص، هو الوزاره انا في تفاصيل كتيره، الواحد برضو بقى صعب يجاري كل التفاصيل اللي بتاعنا. كل يوم برايي، اصل احنا كل يوم برايي وكل يوم بخطه وكل يوم بتاع كده يعني. ان اولى وثانيه كل سنه كانت بتكون على مستوى الجمهوريه مركزيه، الوزاره اللي بتعملها. السنه دي لاول مره هتكون على مستوى الادارات، كل اداره هي اللي هتعمل الامتحان بتاعها. عشان كده المديريات فهمت او توقعت ان خلاص كل واحد يحط جدوله مع نفسه. فهمت. فالوزاره قالت لا، انا هبدا في يوم 1 بحيث لو حصل مشكله تقنيه اقدر عليك، مش هعالج 27 مشكله تقنيه على مستوى الجمهوريه. طب سؤال معلش فضائي كده. طب ليه مثلا ما تمش الاتفاق على انه يتم، يعني تبقى السنه دي بما انه في ناس معاها وناس معهاش وفي انترنت ومفيش انترنت، ونقلل الصداع والوش، وكانت كلنا امتحنا بشكل واحد وخلاص، ورقي ولا الكتروني؟ اي مكان بقى، ما هو الكتروني مش هينفع.
عشان في ناس ما خدتش. كنا امتحنا كلنا ورق وريحنا نفسنا. لو كله ورق يبقى انا بلغي التابلت خلاص، يبقى انا الغيه احسن خلاص. مؤقتا، ما هو الناس ما استلمتش برضه. ما هو اصل شيء غريب قوي ان نروح امتحان مرحله ونص الناس خدت ونص الناس ما خدتش، ونص الناس تمتحن بالتابلت ونص الناس ما تمتحنش. في مدارس، وبعدين ما هيحصل بقى مشاكل، ما هنيجي بقى في التصحيح هيقول لك اصل ده صحح ورقي واصل ده صحح الكتروني، ونلاقي بقى الشكاوى ونروح المديريه احنا مش هو احنا مش عارفين العمليه التعليميه في مصر ماشيه ازاي. على فكره ده بيحصل كل سنه. ما هو ماشي، بس انا كنت متخيل انه اخطاء السنوات اللي فاتت بالذات في موضوع التابلت ده هنكون بقى حليناها، لانه كمان كان بيتقال انه خلاص مشاكل الانترنت في المدارس اتحلت. هو انا اتمنى فانا مش فاهم برضو احنا نعمل تابلت ومفيش اصلا مدارس فيها انترنت. طب ما هو برضو شيء غريب جدا يعني، البيضه ولا الفرخه، الفرخه ولا البيضه. كل سنه ورقيه يعني، اولى وثانيه دي خلاص نعملها ورقيه كل سنه، ونستخدم التابلت ده في المنصات الالكترونيه والشرح والمناهج بس. بالظبط يعني مؤقتا لغايه اما نوحد الاسلوب، عشان برضو حتى الموضوع يبقى شكله كويس يعني. معاك حق. طيب يعني مش بقول ان احنا ضد التابلت، بالعكس انا بس بقول انه لما نخش امتحانات يبقى عشان تعرف تقيم نجاح التجربه على مستوى الجمهوريه. لكن انتوا يعني انا مش فاهم القائمين على الامر هيقيموا نجاح التجربه دي ازاي. يعني نصها معمول ونصها مش معمول. نسيت اقول حاجه مهمه على ايه، ان امتحانات الالكترونيه 85% منها الكتروني اختيار من متعدد، و15% من الاسئله ورقي. ايوه ده المقالي، ما انا فهمنا القصه دي قبل كده. اه فعندك الكتروني مقالي لطالب واحد، وعندك ورقي لكله، يعني لفه كبيره كده بصراحه. الله يكون في عون المدارس على فكره يعني صراحه. والله الله يكون في عون المدارس. وانا